بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث في هذا المقطع عن تقنية الدوبلر وأزرار التحكم بالدوبلر في جهاز الأمبايزر CHD الموجود لدينا. بداية الأزرار الموجودة لدينا هي زر CW Plex BW Spectral Color Angio and Baseline Scale Gain. سنتحدث عن كل زر بالتفصيل. بداية سنضغط على زر الكلر. سنزيل الفريز ونضغط على زر الكلر. نلاحظ بمجرد ضغط على الكلر ظهر لدينا صندوق الكلر وظهر لدينا بار الكلر، بار اللوني بالنسبة للكلر. الإجراءات التحكمية التي يمكن التحكم فيها بالنسبة للكلر، بداية لدينا زر الجين عند رفع الجين وخفضه حسب الصورة المراد تصويرها. يمكن رفع الجين لأن قيمة الجين واضحة هنا. بداية خلينا نضعها بالشكل ستاندر على قيمة رقم 70، هذا بالنسبة للجين. بالنسبة للسكيل ضغط على السكيل هو لتغيير سرعة الجريان. نلاحظ هنا سرعة الجريان تتراوح من 0 إلى 59. لرفع هذه القيمة يمكن اللعب بالزر الدبس ولاحظ وصلنا 89 حسب منطقة مراد تصويرها. بالنسبة للكبار نضعها على حدود 60 بالنسبة للكبار السكيل، أما أو 70 بالنسبة للسكيل، أما بالنسبة للأطفال نضعها بحوالي 73 أو 76. طبعا إحنا السكيل يؤثر لدينا على الصورة، على الدبس يؤثر على السكيل الموجود لدينا بالصورة. أيضا لدينا زر البيزلاين، بيزلاين لتحريك البيزلاين هنا الموجود، إما نرفعه أو نخفضه حسب المطلوب بالنسبة لدينا. يفضل أن نضعه متوازن 76 ناقص 76 زائد 76. هذه بالنسبة للأزرار الأساسية بالنسبة للكلار. الأزرار المتقدمة هي الباكج ميديوم. الباكج أي إذا وجدنا أن الصورة اللون بالصورة ليس فيه جيت أو متراكي، يمكن تخفيض الباكج حيث تصبح فيها جيت الصورة، أو إذا عندما نجد اللون سريع فنضع على لارج. يمكن الستاندر هي الميديوم، يمكن تحركه الميديوم. الماب هي تغيير الخرائط اللونية، فيمكن وضع ما يسمى الفاريانس وهي اللون الأخضر ليضاح اللون القصور لتغيير الماب. أيضا لدينا سموث لتنعيم الصورة، يمكن تنعيم الصورة أو تخشينها كما هو واضح لدينا. دينسيتي للكثافة اللونية في الصورة، كثافة اللونية في الصورة. الفريكوانسي هو تردد اللون، ويمكن وضعه أدابتيف. أدابتيف الفكرة من أدابتيف أن إذا أبعدنا الصندوق يقل التردد، ولاحظ هنا التردد 2.5 لأنه قريب من البروب، عندما يبتعد عن البروب يصبح 1.9، فهو ذكي يمكن أن ينتقل يغير التردد بشكل أعلي. نيكست نلاحظ لدينا فلتر للون، إذا في حال لدينا في نويز عالي يمكن أن نزيد الفلترة، وقيمة ستاندر هي 2. بلاك أند وايت سبريس هذه يقوم بفتح الصورة، ولكن لا يفضل هذا لأن فتح الصورة يقلل من الفريم ريت تبع الصورة. انفيرت ماب قلب اللون فيصبح المقترب في المجال الطبيعي المقترب أحمر والمبتعد أزرق، أما عند قلبها يصبح المقترب أحمر أزرق والمبتعد أحمر. الريزيستانس هي في حال وجود سرعة في اللون يمكن الاستفادة من الريزيستانس بتعليتها فيصبح اللون، ولكن أحيانا يتراكب اللون عند رفع الريزيستانس، لذا يفضل أن وضعها على رقم 1. هذا بالنسبة للكلر. شكرا لإنصاتكم.